برجع للسؤال اللي بيتبادر للذهن بعد هذه المجاهدة، والإنسان لا ينكث هذا العهد الذي قطعه على نفسه ألا يعود إلى هذه المعصية، ولكن أحيانا يا مولانا أرجع للمعصية، ضعفت ورجعت، أعمل إيه؟ أجاهد نفسي إزاي عشان ما أرجعش وألف الرجوع مرة تانية؟ هو طبعا لو عزم الإنسان على ترك شهوة مثلا أو معصية وبعدين رجع لها تاني فلا ييأس. فلا ييأس. هو طبعا احنا قلنا قبل كده ان اساس الطريق هو العزيمة. الارادة يعني ايه؟ مريد جت منين؟ الارادة اي عقد العزم على السير في الطريق. عقد العزم يقتضي ان هو يبقى متيقظ لنفسه ويجاهدها. طيب، لكن البشر بشر لا يخلو، او البشر مضر لا يخلو من كدر، وكل ابن ادم خطاء، فلا يعني الوقوع في الخطأ أو حتى كثرة الوقوع في الخطأ أن الإنسان ييأس. فالإنسان لا يستسلم. ومولانا الشيخ محي الدين عربي يقول الطريق بين الرجاء والخوف. أهم حاجة تحافظ أنك تبقى ماشي دائما بين الرجاء والخوف متوازن، أي ترجو رحمة الله وإن عصيته في اليوم 1000 مرة.